اي انت من تجين تقولي لي ضباط، راح اشرح لك الضباط. يجي منتسب اثنين منتسبين يحلفون كتاب الله كذب انه شاهدوا هذا المواطن علي عبوه ناسفه، تمام؟ تمام. هذا المواطن صار بي هنا راح لي دونه ضابط، احنا ما نعقب على القضاء، القضاء يجي مواطن ده يقول له اني مرتكب جريمه، اني اليوم لو كنت قاضي يجيني. عفوا سيد قمر اسمحي لي، عفوا انت تحدثين عن موضوع مكافحه الارهاب. نعم. هذا الموضوع شغلي واختصاصي، فرجحني يعني مو هيك الموضوع. نعم شنو؟ مو هيك الموضوع، انا رجل عملت بالاستخبارات ومكافحة الارهاب. شنو الموضوع مو هيك؟ ماكو منتسبين اثنين يجون يشهدون على واحد ويحلفون بالقران، مو واجب المنتسب عزيزتي. عزيزتي شنو مو واجب المنتسب؟ مفرزه قابضه لا تهمه، شنو مفرزه قابضه يطلعون على منتسب ويجون يحلفون عليه اولا. ليش ما يحلفون؟ ليش هاي حالات ما صايره؟ لا ما يحلف. لا صايره. اكو جرم مشهود. يحلف استاذ. بس ما يحلف عزيزتي مفرزه القابضه تساعد القاضي. يحلف يدون كشاهد استاذ هسه تخرج قانون. عزيزتي انا ضابط شرطه ومدير دائره معنيه بالاستخبارات ومكافحه الارهاب. عزيزتي اولا اذا طلعوا مفرزه يتحدثون وبالتالي شاهدوا شخص يقوم بزرع عبوه ناسفه. نعم. المفرزه القابضه اذا كان طبعا مفرزه قابضه مفرزه جواله تطلع واثناء واجبهم واثناء التجوال شاهدوا شخص يقوم بزرع عبوه امامهم حالتين. الحاله الاولى يا اما التعامل وياه والتعامل وياه ممكن حتى اذا صار اطلاق نار ممكن ان يقتلوه بالتالي ما حد يحاسبهم لان اثناء الواجب جرم مشهود واما يلقون القبض عليه بالجرم المشهود والجرم المشهود تصير محضر ضبط والشهود موجودين. انا بمحاضر الضبط مال طبعا 100% لا استاذ انا ماكو محضر ضبط مزور ابدا. انت غير دافع ما دافع عن باع تشيلك انا انتقد وقبلش كنت انت احنا نتحدث عن الفساد نتحدث عن الفساد بس ما اريد نطعن بالاجهزه الامنيه. انت تحدثين بشموليه لا 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 مفوض مركز شرطه يعني معناته مراكز شرطه والمفوضين ما قلنا بعض استاذ ما قلنا الكل. طيب احنا بكل لقاءاتنا قلنا البعض. طيب اكمل ست هو دا يقول انه ماكو مفرزه تحلف قران. لا اي واحد يدون مفرزه قابضه شاهد غيره لازم يحلف قران لان هنا دا يدون بصفه شاهد والشاهد يحلف وان كان متهم.